سالي لا استني مش عايزك تستعجلي واخيرا ولا استني شويه بس هو الروبوت ده ينفع يبقى معانا وانا شايفهم رايحين جايين كده قدامي وما نتكلمش معاهم وما نجربش هم بيتكلموا ازاي بيعملوا ايه يعني لو دكتور نرمين جنبك او حد من الساده الكرام موجود احنا عايزين ان هم ايه يورونا الروبوت بيعمل ايه بيتكلم بيدوله اوامر ازاي لو انا مريض والروبوت ده هو اللي بيستقبلني في الريسبشن بتاع المستشفى يعني وبعدين في واحد منهم صديقي ده انا عملت معاه انترفيو السنه اللي فاتت السنه دي تحديدا كنا في اول يناير في منتدى شباب العالم فاكيد حد فيهم فاكرني او مش فاكرني مفيش مشكله لينا الشرف عايزين نجرب الروبوت ده يا سالي بعد اذنك خلينا نعمل ده احنا عايزين يا دكتور دلوقتي على الهواء نعرف ازاي الروبوت بيشتغل لو انا مريض داخل المستشفى ازاي الروبوت هيقدر يتعامل معايا ايه التفاصيل وعايزين نسمع كده الصوت انت كنت بتقولي بيتكلم باكتر من لغه فعايزين نعمل ده نعتبر ان احنا بنعمل انترفيو مع الروبوت اوكي طيب مبدئيا كده احنا عاملين تيست بسيط اسمه الجريميتر او القياس الاخضر احنا نقدر نعمل البصمه الكربونيه لاي شخص بحيث ان هو يعرف هو النهارده كان صديق للبيئه ولا لا ده اختبار لطيف جدا مشهور عالميا فاحنا لو اخترنا بعض الاختيارات هو بيطلع برضو بعض التوصيات كده احنا بنعمل ايه المفروض بنعمل اختبار لقياس البصمه الكربونيه للمواطن هيحتاج حد يعمله للمريض مجرد ما يدخل يعمله يعني الشخص نفسه بيعمله لنفسه علشان يقيس البصمه الكربونيه الخاصه بيه النهارده هو يعرف هو كان صديق للبيئه ولا لا طب هو كده المفروض ان هو انجليش المفروض ان هو بيتكلم عربي بقى كمان لو انا حد زي ده حقيقي كده احنا بنرفع البصمه الكربونيه بنقيس البصمه الكربونيه الخاص بينا هو هيجيب لنا النتيجه دلوقتي طبعا انا جاوبت اجابات عشوائيه بس هي طلعت النتيجه 90% كده ناجحه انا كده عديت طيب احنا كمان عندنا الروبوت ده هو بيقوم بتوصيل الخدمات للغرف او المشروبات او الاغذيه او غيرها تقول لنا ده بيتعامل ازاي برضو هل احنا بندي له اوردر وهو بيبتدي يتعامل بناء على زمن معين ولا طبعا هو في جهاز تحكم بيتعامل مع الروبوت نقدر ان احنا نحط على السطح بتاعه وبنوجهه هو اتعمل له سكان او تهيئه للدور كله او الموقع كله فهو خلاص عارف اتجاهه بياخد الاوردر من الريموت كنترول بيقدر يتوجه للمكان اللي هو موجود على الخريطه بتاعه الروبوت يوصل اغذيه يوصل دواء ياخد عينات سحب من المريض لو انا مش حابب ان انا اتعامل معاه مريض عزل وانا بقلل التعامل البشري معاه فهو ليه استخدامات في التوصيل انا بشكرك يا دكتور نرمين يعني يوسف يمكن ده عرض سريع للروبوتات الموجوده معانا هنا اصدقائنا اصحاب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الجديد اللي بيقدموا خدمات للمرضى داخل هذه المستشفى بتقديم ايضا الاغذيه والمشروبات وفقا لجدول زمني بيتم تحديده داخل هذا المستشفى اشكرك جدا يا سالي شكرنا دكتور نرمين وشكرنا كل الناس اللي موجوده في المستشفى يعني ونتمنى فعلا ان يتم تعميم التجربه دي على مراحلها المختلفه في شتى المستشفيات المصرية